اهلا وسهلا بيكو، انا محمد عادل وده توتوريال جديد ليا معاك. طيب حلقة النهاردة فيها كرييتيف فيجوال، انا حابب ان انا اوريكو اتعمل ازاي، بس للأسف هو الفيجوال دوت واخد وقت كبير قوي. انا شخصيا خد معايا تقريبا بتاع اكتر من يوم، بس انا حابب اوريكو اتعمل ازاي، فتعالوا نشوف مع بعض اتعمل ازاي. قبل طبعا ما اوريكم تعمل ازاي، انا احب اعرفكم ان انا حاطط الليارات بتاعتي في بي اس دي واحده، بحيث ان احنا نقدر نفكها ونطلع منها اللايرز بتاعتي. طيب تعالوا نشوف مع بعض. يلا، اول حاجه طبعا انا عندي الفوتوشوب، ده الشكل النهائي ان انا هطبق فيه الفيجوال بتاعي. طيب طبعا لو لاحظتوا هنا في يعني الليارات كتير جدا، بما فيهم المباني، بما فيهم الكباري والحاجات اللي اتعملت، بما فيهم الايزلاند بنت. طيب كل ده علشان يتطبق انا خد معايا تقريبا وقت كبير، فهوريكو باختصار كده احنا عملنا ايه. طيب اول حاجة طبعا هعمل نيو فايل، طيب انا المقاس اللي انا شغال عليه 1920 في 1080، طبعا الفايل بتاعي ممكن اسميه اي حاجة. اوكي طيب انا عندي هنا الماتيريالز اللي انا مجمعها اوريدي، مثلا الباك جراوند، طيور، الافكتس، والايلاند بتاعتي، طبعا المباني عندي اجزاء هنا واجزاء هنا، فانا هنفتح كده مع بعض كل واحده ونشوف فيها الحاجات اللي اتعملت. طبعا اول حاجه عشان ابدا انا هستخدم الارضيه بتاعتي، طبعا ده اللون اللي انا مستخدمه في الارضيه. اوكي نعمل منه لير جديده. ونختار الالوان اللي احنا ممكن نستخدمها في الباك جراوند بتاعتي. ممكن مثلا بالشكل ده، وزي ما قلنا بنعمل بلندنج مود. ممكن سنه جاوزن بلور. اوكي عندي بعد كده الجزئية بتاعت الأرضية، أنا ممكن أخد اللون من هنا وأغمق فيه سنة بسيطة، بعمل الدرجة بتاعتي. بالشكل ده مثلا نشوف برضو البليندنج مود هيحقق لنا ايه، ويأديها جاوزن بلير. اوكي طبعا نشوف بعد كده الدرجات بتاعتي برضو التانية، ممكن اعمل درجة ابيض. درجة زي دي مثلا. نغير برضو في البلندنج مود لحد ما نشوف اكتر حاجة مريحة لعيني واكتر حاجة حاسس انها مناسبة شوية للموضوع. ممكن نديها برضو شوية بلور. اوكي طيب هنشوف طبعا اول حاجة انا حطيتها عندي هنا اللي هي الايلاند. اوكي طبعا الايلاند دي كلها علشان تتبني كلها معتمدة على ليارات كتير. طيب اول حاجة خالص انا عندي هنا الايلاند بتاعتي، دي الليارات بتاعتها. اوكي اول حاجة عندي خالص اللي هو الجزء بتاع النجيلة بتاعتي، انا حبيت ان انا استخدم الجزئية ديت، فانا سلكت طبعا الكلام ده كله، يعني كل ده كده اتقطع بالنسبة لي، واخدت الجزء اللي فوق. اوكي فحقق لي طبعا الجزء ده ومسحت فيه. طيب تعالوا نشوف اللاير اللي بعديها، مثلا لاير زي ديت او ديت، حاجة زي كده مثلا، برضو انا حبيت ان انا اقص فيها واخدت الجزئية اللي في اليمين. اوكي
طيب كل حاجة فيها متركبة تقريبا ايتمز كتير جدا. تعال نشوف برضو الليه اللي بعدها. انا اخدت فيها الصخور ديت علشان ابين فيها الجزء الجانبي بتاع الجزيرة ديت. اوكي برضو كذلك نفس الكلام هنا. وبعدين بدأت ادخل بالشادوز. تعال نشوف مع بعض اللي الحاجات دي. الشادوز اسود اسود، قعدت ادخل بالاسود طبعا لحد ما ايه بين لي الكلام كله بتاعي. بس الفكرة كلها ان انا وانا بحط الاسود انا بيكون في حاجات اوريدي فوقيها علشان اعرف اشوف انا بعمل ايه كويس. اوكي كل دوت اسود اهو لحد ما بينت التكسير بتاعي والخطوط بتاعتي. اوكي بالشكل ده. عندي برضو الاجزاء اللي تحت ديت، يعني انا عندي مثلا الجزء اللي هو ده انا حاطط فيه شوية يعني زي ما يكون جذور ان هو نازل من الجزيرة ديت بالشكل دوت. اوكي برضو نفس الكلام بالنسبة لهنا، في صخور واقعة يعني مثلا حاجة زي كده. الصخور اللي هنا كلها برضو حاجات صغيرة جدا، انت ممكن تضيف حاجات صغيرة جدا بتفرق جدا في كواليتي الشغل والتفاصيل بتاعتك اللي انت بتضيفها. اوكي برضو نفس الكلام هنا، برضو صخور وبرضو نفس الكلام هنا جذور برضو لحد ما كوننا الشكل بتاع الجزيرة. طيب طبعا عشان اعمل حاجة زي كده انا بحتاج فيها وقت، ومحتاج ان انا يعني افصص كل حاجة في الجزيرة ديت بحيث ان انا اطلع بالشكل بتاعي. طيب فاحنا ممكن نعمل لدول جروب. اوكي سميها مثلا ايزلاند، ممكن نخليها مثلا اللون الاخضر. اوكي وباخدها زي ما هي كده بس، وانا بسحبها بدوس شيفت وبسيب ايدي بريليس بحيث ان هي تطلع عندي هنا. طبعا هتاخد وقت علشان تظهر عندي هنا، لان هنا يعني عشان تتحط على فايل زي دوت هي بتاخد وقت علشان موضوع طبعا الكواليتي وموضوع عدد الليرات والحاجات دي كلها بتفرق. اوكي انا كده كونت عندي الشكل بتاعي. طبعا هعمل لدول برضو جروب، خلي لونهم مثلا اورانج. اوكي وهسميه باك جراوند. طيب عندي هنا لسه انا مخلصتش، يعني انا بالنسبة لي بالنسبة للباك جراوند بتاعتي انا ممكن اجي برضو اعمل لير تحت بس درجة غامقة قوي. برضو هعمل بنفس الطريقة براش وهسكيو خالص. طبعا انا باخدها بنفس الطريقة بتاعت المستطيل او البيضاوي بتاعي اللي هو بتاع الجزيرة. يعني انا مثلا الجزيرة بتاعتي بالشكل ده اهو، هي باين تحتها كده الشادو بتاعي، فانا هنزل شوية لتحت بنفس المقاس كده وممكن اعمل منها واحدة تانية هنصغرها شوية خالص. اوكي طبعا اللي تحتها دي ممكن اخليها سوفت لايت. خليها سوفت لايت وممكن نقلل فيها سنة بسيطة. نفس الكلام بالنسبة لهنا، ممكن نخليها مثلا سوفت لايت وهدي فيها سنة بسيطة، وممكن اديها برضو سنة بسيطة جاوزن بلير. اوكي تعال نبص كده. تمام برضو ممكن ادي الدوت برضو جاوزن بلير. طيب طبعا الجزء ده يعني الجزء بتاع الجزيرة اللي ورا ده لو كان هيبان عندي او انا يعني مش هغطيه قوي ممكن اديله شوية اضاءة مع الدرجة بتاعتي اللي هي منورة هنا. يعني انا ممكن اجي اعمل حاجة زي كده برضه عشان نبقى فاهمين، نعمل حاجة زي كده لاير فوقيها نربطها باللي تحت وممكن اديها درجة ابيض خفيفة جدا ونعمل لها مثلا حاجة زي كده. خليها سوفت لايت وتهدأ يعني حاجة زي كده. برضو الحاجات دي يعني تاتشات خفيفة جدا بتفرق، بس انا كده كده في الفيجوال ده يعني انا مش مبين الحتة اللي ورا، فانا بالنسبة لي هحط عليها مباني وهحط عليها حاجات كتير هتداري كل الكلام ده، فانا بالنسبة لي انا مش محتاج اللاير دي دلوقتي. اوكي طيب انا كده عندي الايلاند بتاعتي وعندي الجزء اللي تحت. تعالى بس نهدي ديت برضو سنة خفيفة. طبعا حسب المسافة بتاعتك بيكون الشادو باين او لا. اوكي طيب
بعد كده عندي حاجات تانية برضو ممكن تضاف. احنا عندنا الطيور وعندنا الكلاودز عندنا كذا حاجة. طيب انا مقسم الشغل هنا والشغل هنا في حتتين. اوكي تعالوا نفتح فيهم واحدة واحدة كده. يعني خلينا بس نقفل دي دلوقتي احنا مش محتاجينها. اوكي تعالوا نفتح حاجة زي كده مثلا. انا مقسمهم لجزئين اللي هو الرايت سايد والليفت سايد. طبعا لو بصينا على ديت هنلاقي فيها ليارات كتير جدا. طيب كل ايتم من الحاجات ديت انا حاططها. انت مستخدم هنا شجر, مستخدم حاجات كتير جدا, كمية الليارات طبعا كل ده. اوكي طبعا ده جزء كوبري. طيب انا هضيف لكم حاجة بس, ان كل المباني ديت هي مباني للإعلان نفسه. يعني انا مثلا بعمل اعلان لمنتج معين, فهو يعني مدينة ريل استيت مبنية, فانا حبيت ان انا احط المباني بتاعتها وحبيت ان انا احط العناصر بتاعتها بشكل يكون لائق. طيب عندي مثلا كوبري زي ده, ده اتحط, وعندي برضو هنا الجزء دوت فيه كوبري وقعدت اقص فيه برضو بنفس الطريقة. شجر, بيت, طبعا حاجة زي كده. عندي برضو الكوبري دوت. انا طبعا قعدت اجيب شوارع كتير, طرق كتير, وقعدت ارصصها بطريقة معينة بحيث انها تبان واقعية. برضو نفس الكلام بالنسبة لهنا. ده عندي كوبري. طبعا كل حاجة انا مرصصها حسب الشكل الجمالي اللي ممكن يطلع لي. اوكي عندي بعد كده المبنى بتاعي اللي هو ده. ده جزء من الطريق كنت بضيف فيه. ده حاجة برضو تبع المبنى نفسه اللي انا حاطه. اوكي ده الطريق برضو. طبعا احنا لو بصينا على كل حاجة, هي كل حاجة اعتقد انها بتبقى سهلة فما بقاش فيها مشاكل. هي فكرة بس طريقة رص. انا قعدت ارص ايتمز كتير لحد ما وصلت للدرجة بتاعتي او الشكل اللي يناسبني. طيب ده بالنسبة لدول. اوكي يعني انا حطيت الطريق ده وحطيت الطريق ده وحطيت الطريق ده, وطبعا مباني. اوكي تعالوا نشوف ده ايه. دي شجرة مثلا. اوكي وبالشادوز بتاعتها وحاجات عبيطة جدا, حاجات صغيرة. اوكي هنا برضو عندي نفس الكلام بالنسبة للوحدات الاضاءة. واخر حاجة خالص اللي هو الشجر ده, انا بالنسبة لي مش محتاج دي, انا اوريدي ما كنتش حاططها. فخلينا ممكن ناخد دول كده زي ما هما. برضو نعمل لون جروب واشدهم على الايلاند بتاعتي. طبعا وانا بدوس او انا بريليس لازم اكون دايس ايدي على شيفت. اوكي لما جيت طبعا حطيت الحاجة دلوقتي حطيتها على طول على الايلاند بتاعتي. تمام بعد طبعا ما وصلت المرحلة ديت, طبعا في هنا بيبقى في شادوز كتير وبيبقى في شغل كتير اقدر اضيفه على الارضيات بتاعتي. يعني طبعا عشان ابين الحاجات ديت داخلة في النجيلة بتاعتي لازم ابين الشادوز اللي تبقى باينة تحت الحاجات ديت. اوكي نفس الكلام برضو بالنسبة لهنا, نفس الكلام بالنسبة لهنا. طيب كل دوت طبعا طالما هو مقصوص عندي كويس مش هيبقى عندي مشاكل فيه. والحاجات ديت طبعا وانا بقص فيها بتبقى ماشية مع الخط بتاعي بالظبط, وعملت لها شادوز بحيث انها تبقى مدارية الطريق وباين ان هو طريق طالع لبره. اوكي طيب بعد كده ممكن اشوف برضو الجزء التاني من الجزيرة ديت. طبعا وانا شغال يعني لازم طبعا اضيف بس للناس معلومة ان الحاجات ديت وخصوصا البنى والحاجات دي دايما بتاخد وقت علشان تظبط كل واحدة فيهم بالبرسبكتيف بتاعها بالشادوز بتاعتها بكل حاجة. الموضوع صعب جدا وان انت لازم هتاخد فيه وقت لان مش كل الديزاينز بتبقى سريعة او ممكن تخلص بسرعة. طبعا كل حاجة من الحاجات ديت كانت محطوطة على الايلاند بتاعتي واشتغلت فيها طبعا, والليارات عندي كتير جدا, فالصراحة صعب ان انا اوريكو كل ايتم اتعمل ازاي, بس اقدر اوريكو الشكل النهائي اللي احنا وصلنا له بكل الخطوات بتاعتها. طيب عندي مثلا حاجة زي ديت بالبورد, مبنى تاني تبعهم, شجرة,
شجرة برضو. اوكي نفس الكلام، هو كلها ليارات كتيرة جدا مرصوصة لحد ما خلصنا الأشكال بتاعتنا. وطبعا المباني دي كلها علشان أوضب المباني ديت وأحطها بالرصة ديت، الموضوع طبعا صعب جدا إن أنا أوريه لكم ستيب باي ستيب، ممكن الموضوع يخش له في 4 5 ساعات. طيب نفس الكلام بالنسبة لهنا، هنا ده الطريق بتاعي. دي حاجات برضو يعني متضافة قدام المبنى التاني اللي كان قدامي، نفس الكلام بالنسبة لهنا. ودي بعض المباني بالسور ده، حتى السور ده كان محطوط. ودي عربية، نفس الكلام نفس الكلام. اوكي طيب، هي عامة نفس الحاجات بالظبط، بس الفكرة كلها ان هي شجر وحاجات كتير محطوطة لحد ما عملت بيها الشكل بتاعي. اوكي ممكن ناخدهم في جروب، ممكن نسميهم right side. طبعا هخليهم برضو لون عندي كده مثلا مميز ما يلخبطنيش. اوكي وناخدهم نحطهم على اللاير بتاعتي. طبعا وانا دايس لازم اكون معلق على شيفت علشان يتنقل بالظبط عليها. طبعا انت لو حاسب نسب او مقاسات او اي حاجة، يفضل ان انت تكون مظبط كل الكلام دوت بالخط بتاعك. اوكي طبعا هو بياخد وقت عشان يطبق لان الليارات كتير جدا، فبتسبب فيه لخبطة في الفيجوال بتاعي. اوكي طيب انا كده تقريبا واصل للشكل بتاعي. طبعا هو بكل ايتم انت بتحطه، كل رصة انت بتحطها بتكون الشكل بتاعك بيه. طبعا في حاجات بتبقى قدام وفي حاجات بتبقى ورا. طبعا هنا بقى هيقابل الواحد مشكلة ان هو لازم يحدد بالظبط ايه اللي ورا وايه اللي قدام. عندي المشكلة هنا ده في الطريق وبرضو حاجات هنا. طيب خلينا نبعد شوية ونبدأ نشوف الحاجات اللي ممكن تبقى قدام والحاجات اللي ممكن تبقى ورا. طيب كده كده دول لازم يبقوا فوق. طيب انا عندي الجزء ده بالنسبة لي ممكن يبقى تحت كده، يتنقل تحت نشوف هيبقى عامل ازاي. كده اعتقد بقى مظبوط شوية. طيب انا كده بالنسبة لي عندي الحاجات اللي ورا مظبوطة والحاجات اللي قدام مظبوطة. تمام طبعا لو جينا بصينا على الشوارع والحاجات اللي محطوطة، طبعا عشان برضو تشوف الرؤية الفنية بتاعتك لكل حاجة انت بتحسبها ولكل حاجة انت بتطبقها بتاخد وقت كبير جدا، فعشان اوريها لكم طبعا الموضوع بيبقى صعب. اوكي خلينا نعمل دول برضو في جروب. تمام طيب انا كده بالنسبة لي يعني ممكن اكون خلصت جزء لطيف. كل حاجة من الحاجات دي طبعا تبقى محتاجة تظبيط شوية او محتاجة شغل شوية. طبعا عربية والنسبة بتاعتها والحاجات دي ممكن برضو هنا دي ليها شادوز شوية. لو عايز اظبط نسبة مثلا او اي حاجة من الحاجات دي بظبطها.
طبعا في حاجات بيبقى يفضل ان انت تبقى شغال على مقاس تاني اكبر عشان يبان الكواليتي وما تضيعش التفاصيل بتاعتك بتاعت الفيجوال نفسه. طبعا العربية دي كان لونها احمر خليتها اصفر. طبعا في الوان تانية هنا برضو والشادوز بتاعتها. طبعا ممكن برضو ازود شوية شادوز تحت هنا، يعني لو انا عندي مكان الضوء من هنا مفيش اي مشكلة ان انا ازوده. نعمل مثلا سوفت لايت، طبعا همسح الزيادات هنا عشان عندي هنا في زيادات كتير، خليها بس حاجة خفيفة كده. وبرضو نفس الكلام بالنسبة للعربية، أنا هحط درجة أسود غامقة هنا. الشكل ده وعندي برضو اللون الأصفر ده مضايقني سنة، فأنا ممكن أظبطه شوية، ممكن أخليه لون زي ده مثلا. أوكي طيب، أنا كده بالنسبة لي ممكن أكون وصلت لشكل يعني أنا راضي عنه. طبعا برضو علشان أرجع أقول لكم، حتة إن أنت ترص مباني أو حتة إن أنت تخش تظبط البرسبكتيف بتاع المبنى، الموضوع مش سهل والموضوع بياخد وقت، وعلشان تحط كل مبنى في مكانه الموضوع بيكون معقد جدا. بس هي الفكرة كلها في الاول في الاخر في الرؤية الفنية، وازاي هتوظف طريقة المباني ديت، وازاي هتحقق بيها التناغم والتوازن في التصميم بتاعك. طيب انا عامة ممكن اكون وصلت لمرحلة لطيفة، فهبدأ اخش طبعا بالافكتس بتاعتي. طبعا المهم هنا اللي انت تعرفه ازاي بتعمل لايتنينج، وازاي بتعمل افكتس، وازاي بتأثر على تكوين زي دوت بالشكل النهائي بتاعك. اوكي طبعا عندي برضو هنا طيور ممكن استخدمها. طيور اوريدي موجودة. طبعا لو في حاجة انا مش محتاجها، زي ما قلنا طبعا لازم اكون ايدي على الشيفت وانا بحط الحاجة عشان تطلع بالظبط زي التانية اللي كنت بستخدمها. خليني اقفل الحاجات اللي انا مش مستخدمها او بشتغل بيها دلوقتي. طبعا وانا شغال بيها او انا بقفلها بدوس كوماند W على الماك، فبالتالي بتتقفل على طول الصفحة بتاعتي. طبعا الطائر دوت واخد يعني حركة برضو فيها موشن بلور علشان يبان ان هو بيتحرك، لو عايز تقللها سنة مفيش مشكلة، عايز تزودها مفيش مشكلة برضو. في طيور هنا برضو ممكن نخليها بس أبيض. نفس الكلام بالنسبة لهنا. تمام طيب، خلينا نشوف برضو حاجة تانية. لو عندنا طبعا الافكتات بتاعتي والتكست بتاعي، الافكتات بتاعتي طبعا عندي فيها سحب، فيها كذا حاجة، دي كلها كلاودز هستخدمها على طول. تعال نشوف شكلها عامل ازاي. طيب الكلاودز بتاعتي طبعا هو كلاود واحدة كررت فيها كتير لحد ما عملت الشكل بتاعي، والدرجة بتاعت الشمس نفسها محطوطة في الفيجوال بتاعي برضو. تعال نشوف واحدة واحدة، كلها كلاودز متكررة انا بقعد احط فيهم لحد ما بوصل للمرحلة بتاعتي الاخيرة. طبعا اللي فوق دي انا مش محتاجها. والإفكت ده اللي مبين بيه شوية الشمس بتاعي. اوكي طبعا كل حاجة من الحاجات دي بيكون ليها تأثير. طبعا في بالونز هنا، بس انا بالنسبة لي يعني هي مش مريحة قوي للعين، فخلينا كده. اوكي طيب، خلينا نراجع الاحداث او الحاجات اللي اتعملت. انا بالنسبة لي كده كده وصلت لمرحلة لطيفة من التكوين.
طبعا علشان اطبق ده عملي قدام الناس، انا محتاج طبعا ان انا اخد فيه وقت اكبر، ومحتاج ان انا اقعد فيه فترة طويلة جدا. فانا بوري للناس الستبس اللي ممكن تكون بتساعدك بعد كده في الخطوات اللي انت بتطبق بيها الشكل او الديزاين زي ده. طيب انا طبعا بالنسبة لي لو راضي وواصل لمرحلة لطيفة من التقفيل فببدأ بعد كده اقفل، بس خلينا نظبط كام حاجة كده الاول. يعني أنا ممكن أغمق بس الحتة اللي تحت دي سنة بسيطة. كده مثلا عايز أنور مثلا شوية أو حاجة، مفيش مشكلة، ممكن نعمل برضو درجة أبيض كده ولا حاجة. الشكل ده مثلا يخلينا سوفت لايت. برضو في نقطة مهمة الناس لازم تبقى عارفاها وهي شغالة. عندي وانا شغال طبعا كل ما يكون الامكانيات بتاعت الجهاز بتاعي احسن عشان احط فيه ليرات كتيرة زي ديت، طبعا هيكون بيوفر عليا وقت وبيكون بيوفر عليا مجهود لو الجهاز بتاعك كويس. لان طبعا انت لو عديت كمية اللايرز اللي موجودة دلوقتي في الفيجوال دوت هتلاقي الموضوع محتاج يعني امكانيات كويسة للجهاز عشان تقدر تطبق حاجة زي ديت. اوكي طبعا بعد كده بقى ممكن ابدأ اخش بتونات وتغييرات خفيفة. ممكن اخش مثلا بحاجة زي السلكتيف كولر، طبعا انا بغير في الالوان بقى حسب رؤيتي انا. يعني انت وانت شغال غير في الالوان برؤيتك انت برضو، والتقفيل طريقة التقفيل بتاعتك انت. يعني كل واحد ممكن اصلا يطلع بمود مختلف. اوكي طيب دي اول مرحلة بالنسبة لي selective color على الحاجات دي. تعال نشوف برضو حاجة تانية كده هنضيفها. طيب بعد ما وصلت للمرحلة دي طبعا انا بالنسبة لي ممكن اكون راضي عن الفيجوال بتاعي. طبعا انا لو عايز ابدأ اقفل ببدأ اشوف الدرجات بتاعتي او التونات اللي ممكن تضاف على الفيجوال بتاعي بحيث انها تديها تأثير حلو. ممكن اخش بقى كده على color lookup واغير فيه الألوان بتاعتي، ممكن مثلا درجتين زي دول. ممكن أخش على حاجة زي solid color. أوكي ويديها soft light، أهدي الدرجة بتاعتي سنة بسيطة. طبعا الحتت بس اللي أنا عايز أنورها هنورها. بالشكل ده مثلا. اوكي اشوف ايه تاني عندي. برضو ممكن نغير شوية في الكيرفز. تمام طيب ممكن اعمل دوج اند بيرن، بدوس Shift Delete وبعد كده بعمل اللي هي 50% Gray وببدأ ألون عليها. طبعا أنا بالنسبة لي لازم أخليها Linear Light. سوري أنا عملتها في Curves، بعملها في New Layer وبعدين بديها Linear Light وببدأ بعد كده بـPerform الدوج ان بيرن بتاعي. طبعا البيرن بتاعي ممكن بكل بساطة اطبقه على الحاجات اللي زي كده.
بنطبقه مثلا على حاجة زي كده. طبعا ممكن ديت حاجات بتبقى صغيرة أوي ما بتفرقش بالنسبة لناس كتير، بس يعني overall بتفرق في الشكل النهائي بتاعي أو التصميم بتاعي. أكون إمتى عارف الحتت اللي أنا هغمقها والحتت اللي أنا هفتحها. طبعا كل ده بغمقها واحدة واحدة كده بالدوج اند بيرن. طبعا انت ممكن تقعد فترة كبيرة قوي بالدوج اند بيرن تشتغل بيه عشان تطلع الفاينل افكت بتاعك ويكون مظبوط. طبعا لو في حتة زادت هنا مني ممكن امسحها عادي بالشكل ده، وبعد كده ممكن اضيف شوية دوتش عندي في الحتت اللي انا عايز انورها. طبعا ممكن تدي تفاصيل اكتر من كده بكتير، يعني انا ممكن اخد الجسر ده كله، ممكن اخد الكوبري ده كده كله وانوره، يعني كل حاجة ممكن تشتغل فيها كتير جدا حسب ما تشتغل فيها. اوكي برضو نفس الكلام بالنسبة لهنا. أنا عارف إنها حاجات بسيطة بس كلها بتفرق. تعال نشوف كده قبل وبعد. طبعا كل تاتش انت بتحطه بعد كده يعني في الدوج اند بيرن بيفرق جدا وبيغير المود خالص بتاع الشغل. فكده اعتقد ان انا ممكن اكون وصلت لمرحلة كويسة، ممكن بعد كده ابدأ اقفل الشكل بتاعي. بدوس كوماند الت شيفت اي وبدوس بعد كده فلتر كاميرا رو فلتر وببدأ اغير في المود بتاعي. طبعا اول حاجة بدوسها هي الاوتو، بشوف عندي ايه المشاكل بتاعتي. انا عندي الكونترست بتاعي عالي قوي والهايلايتس بتاعتي عالية قوي فمحتاجة انها تقل. طيب خلينا في الطبيعي. بالشكل ده مثلا خلينا برضو نغير في الدرجات بتاعتي. طبعا more details، درجة الأصفر ممكن أبينها سنة، يعني طبعا الأخضر مش هيبقى أخضر قوي، أنا ممكن أخليه يبقى مصفر سنة بحيث إن هو يبقى باين إن هو واخد من درجة الشمس بتاعتي.
نفس الكلام بالنسبة لهنا، نفس الكلام بالنسبة لهنا. طبعا حتة تغيير الالوان ديت برضه زي ما برجع اقول تاني، هو الموضوع يخصكوا انتوا اكتر، انتوا اللي بتشتغلوا، انتوا بتبقوا عارفين كل واحد بيبقى عايز ايه. تمام، طيب خلينا نشوفها كده عاملة ازاي. اوكي احسن. طيب عندي بعد كده، ممكن بس نقفل ديت ملهاش لازمة. طيب عندي بعد كده بقى لو عندي تكست او عندي اي حاجة ممكن اضيفها، طبعا ده الفاينل بتاعي، بحطها فوق والتكست بتاعي تحت وشكل الفيجوال النهائي بتاعي. خلينا دلوقتي مؤقتا، ممكن اعمل برضو منها واحدة تانية ويغير في الوانها برضو. برضو انا كل مرة بقعد ادوس اوتو لحد ما بعرف يعني اكتر حاجة هو محتاجها الفيجوال ايه. طيب انا كده ممكن اكون وصلت لاخر الحلقة، حابب ان انا اشوف ارائكم، حابب ان انا اشوف كومنتاتكم. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عادل من هوك، ويا ريت لو في حاجة زي ما قلنا قبل كده عايزين نطبقها مع بعض ممكن نطبقها مع بعض. طبعا الفيجوال دوت يا ريت اشوف شغل ناس كتير فيه، لان الموضوع حلو جدا وممتع، بس هو الفكرة كلها انها بتاخد وقت. طبعا الفيجوال دوت مش زي بقية الفيجوالز اللي كانت معمولة قبل كده، في فيجوالز كانت بتاخد وقت معانا بس مش قوي زي ده. عايز اشوف معاكو البرسبكتيف، عايز اشوف الحاجات اللي انتم ممكن تطلعوها بشكل زي ده. ودي كده بالنسبة لي اخر حلقة، وان شاء الله تكون عجبتكم، واشوفكم المرة الجاية في حلقة جديدة مع محمد عادل. شكرا لكم.